النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في 9 لقاء خاص يكشف فيه تحديات عودته لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائي وأبرز بصماته في الدورة 44. مهرجان القاهرة له أتراكشن معين، الطعم الخاص به. احنا في القاهرة احنا مدينة عظيمة، تاريخ عظيم جدا المصري. ولماذا أصر على وضع ضوابط للحضور وكافة فعاليات المهرجان؟ دايما لما يبقى في مضمون قيم لازم الشكل يتواكب مع المضمون، احنا درسناها كده في الفن. 9 الليلة على قناة مصر الأولى.